تحياتي لكابتن اسلام، تحياتي للدكتور احمد ثابت، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. لا صوت يعلو فوق صوت مباراه القمه. لا صوت يعلو فوق صوتك. يمكن كلاسيكو العرب زي ما بيقولوا، يمكن المباراه الاشهر فيه، يمكن العرب كلهم، يمكن مباراه الاهلي وزمالك، الكل عشاق صغير وكبير بيتابع هذه المباراه بشغف كبير، بيتابع ال 90 دقيقه اشغال كرويه شاقه زي ما معلقنا الكبير طبعا الكابتن ميمي الشربيني كان بيقول. يمكن الاجواء كلها بتقول ان في قمه قويه، الاجواء كلها بتقول يمكن من اول بوابات النادي وانت داخل من نادي الجزيره، الاعلام في كل مكان، العاملين يمكن بيبيعوا الاعلام في كل مكان، باب البحر، باب مستشفى المعلمين او شارع طبعا الراحل الكبير الكابتن صالح سليم اللي بخلفي تمثاله، يمكن من احد عظماء النادي الاهلي، يمكن بائع الاعلام في كل مكان، في المهندسين، في اكتوبر، في كل مكان، في مدينه نصر بائع الاعلام في كل مكان. هنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي استعد لهذه المواجهه يمكن بحوالي 7 أو 8 شاشات ما بين عملاقة، ما بين شاشات صغيرة لراحة الأعضاء علشان يتفرجوا على المباراة بإذن الله يكون الأهلي ليه النصيب في الفوز بها. يمكن مدير المقر الأستاذ خالد مرسي، مدير الخدمات الأستاذ محمد الألف، قالوا لي لغينا كل الأجازات، يمكن كل المنافس شغالة عشان خدمة الأعضاء يتفرجوا على هذه المباراة وهم مبسوطين. زي ما بقول لك، من اول ما دخلت باب النادي الى الان وانا جوه النادي ما حدش بيتكلم غير عن مباراه الاهلي والزمالك، الكل بيتوقع مين اللي هيلعب، اعمل فتحي في وسط الملعب ولا حسام عاشور، طب مين اقرب، مين البكرايت، مين حارس المرمى، مين هيبدا بيمين، بمروان ولا اجاييه ولا جيلاردو ولا ولا ولا، الكل بيتكلم في التشكيل، الكل بيتكلم على حاله لاسارتي وكله بيشيد بيها. كابتن اسلام الشاطر قالوا لي لازم تقول لي كابتن اسلام الشاطر حاله لاسارتي ولا اروع ولا اجمل حلقه للتاريخ زي ما بيقولوا، الكل بيران على الراجل ان لاسارتي النهارده هيكون ليه اللي يمكن بارقة الأمل، يمكن الأسرة هيكون ليه حجز داخل عشاق الأهلوية إذا فاز اليوم على الزمالك. مباراة أهلي وزمالك شهادة ميلاد للكل، للمدرب، للاعبين، بإذن الله، بإذن الله يكون القمة 117 وش الخير وش السعد على النادي الأهلي، ويكون الفوز اليوم حليف للنادي الأهلي. يمكن دي كانت أجواءنا في نادي الأهلي الجزيرة. عودة ليك مرة أخرى كابتن إسلام، بالتوفيق، وبالتوفيق لضيفك الدكتور أحمد ثابت، بالتوفيق لزميلنا كريم، بإذن الله مباراة ناجحة ولا أروع ولا أجمل، وبإذن الله بإذن الله يكون الفوز النهارده حليف النادي الأهلي. كابتن إسلام اتفضل. أنا بشكرك جدا يا شريف على تغطيتك ل فرع النادي الاهلي في الجزيره، ودايما تطمنا كده، عايزين برضو كل نص ساعه ولا ساعه تقول لنا ايه الاجواء. هنيجي لك مره ثانيه نسالك عن اجواء فرع النادي الاهلي في الجزيره، تقول لنا ايه الاخبار هناك، ولان انا سامع ان الاعداد كبيره جدا او الاعداد بتتوافد على النادي بشكل كبير جدا عشان يتفرجوا على المباراه. نتمنى ان شاء الله ان هي تبقى مباراه ناجحه والنادي الاهلي يستطيع النهارده ان يفوز بـ3 نقاط هامه.